صادق حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه وأصدر قانون رقم 6 لسنة 2023 بالتصديق على اتفاقية نظام ربط أنظمة المدفوعات بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية بعد إقرار مجلس الشورى ومجلس النواب جاء فيه. صودق على اتفاقية ربط أنظمة المدفوعات بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية الموقعة بتاريخ 20 أكتوبر 2021 والمرافقة لهذا القانون.